يو يو، السلام عليكم، رمضان مبارك لجميع المشاهدين ديالنا، تحية لكم. اليوم عندنا أول حلقة من لعبة أوم سي تو ذا باس سيميليتر. بالنسبة اللي ما كيعرفش، هذه اللعبة هي لعبة لمحاكاة سياقات الحافلات لنقل الركاب في المدن أو ما بين القرى أو ما بين المدن، يعني نقل المسافرين. اليوم عندنا الحافلة رونو أغورا بالريبينت او الزواقة ديال المدينة بيوس او نقل المدينة، اللي هي شركة المغربية نقل الركاب المتخصصة بمدينة الدار البيضاء. اليوم خدموا الرقم 201، اذا اختاروا الرقم 201، اختاروا عدد دورات دورة واحدة، وغنختاروا وغنبداو من هاد البلاصة اللي سميتها اورلوو، اللي هي بداية المحطة الاولى مع 25 دقيقة، وخاص نوصلوا لمحطة القطار اللي هي تيرمينيز ديال هاد الرقم 201 اللي هي سميتها بوركي. اذا نختاروا 201، نختاروا التوقيت 25 دقيقة 00، نختاروا الرقم 201 هنا، نختاروا بوركي باش تبان هنايا في هاد البلاصة في هاد لافيشور اللي كاين فوق في الطوبيس واللور لافيشور ديال الرقم. اذا نحركو الطوبيس ديالنا ديال اليوم، تأكدوا بالطريق خاوية، نخرجو من جهة المنى. كما كتلاحظوا اللعبه ما كتحتاج شي خريطه صغيره تكون في الجنب ديالك ولا شي جي بي اس باش يوريك فين كلشي، فقط خاصك تشوف في الفوق ديال كل كروازما غيبان لك اتجاهات ديال الرقم ديال اللي خدامين فيه انت. بحال انا هنا اليوم خدامين في الرقم 201، يعني اللون ديالو هو الصفر واتجاه ديالو كيكون حداه، يعني كيكون السهم ديال الاتجاه اللي خاصك تمشي معاه. اذا نوقفوا في المحطه الاولى ديالنا، نحلوا الباب الامامي للركاب ديالنا، نستناهم بين ما طلعوا باش نتحركوا للمحطات التاليه ديالنا. شوفوا واش تاخروا نخرجوا. الان خرجنا من قريه اورلو. هاد القرى اللي غنخدموا عليهم اليوم هما في بولندا. بالنسبه اللي عجبتو اللعبه غنخلي اللين ديال اللعبه في الديسكريبسيون تحت من الفيديو. هي اللعبه فيها بزاف ديال الخرائط، سواء في اوروب، في المانيا، في فرنسا، في بريطانيا، اولا في امريكان بحال خريطه تاع شيكاغو. وكاينين ايضا الخرائط اللي كيصيبوهم لي مودور، يعني غير اشخاص عاديين ماشي خدامين مع المصنعين ديال اللعبه. اللعبه هي المانيا، خرجت في 18 فبراير 2011. اذا غندورو على اليمين نشوفوا واش الطريق خاويه. كما تشوفوا الرقم 201 على اليمين، ندورو على اليسار. بالنسبة للعبة واخا ما تحترمش قوانين السير بحال الضوء الاحمر ولا بلاك ستوب، ما كيوقع عليك والو، غير هو من الافضل تحترم القوانين باش تكون اللعبة اكثر واقعية. اما اذا درتي شي حادثة سير كيوصلوك انك قمتي بمخالفة. اذا وصلنا لقرية بوركي اللي فيها المحطة الاخيرة، نوقفو في المحطة ما قبل الاخيرة. الان المحطة الأخيرة هي عبارة عن محطة القطار،
كاينين بعض الركاب اللي غيبغيو ينزلو ونفتحو ليهم الأبواب الخفية. إذا نتحركو المحطة الأخيرة ديالنا ديال اليوم. ندورو على اليسار نشوفو واش شي حد يتسنى تدخل الطريق. ندورو على اليمن وكونو وصلنا لمحطة القطار بوركي اللي هي المحطة الأخيرة اليوم. كما كتشوفو كاين حافلة هي ديال رونو أغورا. هاد الخريطة حاول نجعلها أكثر مغربية بوضع مجموعة من الحافلات. كاين حافلة من نوع فولفو، كاينها حافلة من نوع مرسيدس بنز، وكلهم خليتهم بالزواقة ديال نقل المدينة باش تكون لعبة مغربية. إذا وصلنا للمحطة الأخيرة ديالنا اليوم اللي هي عبارة عن محطة القطار بوركي، وكما كتشوفوا هادو هما المحطات اللي دزنا منهم، وهذا الوقت المحدد اللي خصنا نوصلو فيهم، وهذا الوقت اللي وصلنا فيه، وهذا الفرق ديال الوقت اللي وصلنا فيه. اذا انتهت حلقة اليوم ديالنا من لعبة اوم سي تو ذا باسينيتر. نتمنى يكون الفيديو يعجبكم، ما تبخلوش علينا بجيم وسبسكرايب وشير لا فيديو باش تشوفوا الاصدقاء ديالكم. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، ويكون يدخل عليكم بالصحة والسلام. شكرا لمتابعتنا، الى اللقاء في حلقة قادمة.